تتواصل انطلاقات أشواطنا مشاهدي متابعين الكرام، نجدد اللقاء والترحيب بحضراتكم في هذا المساء الجميل وفي هذه الانطلاقات الجميلة والممتازة هنا في ميدان المرموم. الشوط السابع الذي تعلن فيه الانطلاقة عن سماء الزمول، المحليات الأصايل وشعارات أصحاب السمو الشيوخ القادمة في هذا المنطلق وفي هذا الاندفاع. نسير مع مقدمة الشوط مع المركز الأول، يسيطر مليح على المركز الأول، يسيطر مليح على مقدمة الشوط مع هذا الاندفاع ومع هذا الانطلاق. يا سلام يا مليح، مليح تعود ملكيته لسمو الشيخ خزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايق المزروعي، يتولى عملية تضميره على المركز الأول، بينما يأتي في المركز الثاني سلهود على ثاني المراكز لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم. سعيد بن سالم لينيبي يتولى عملية التضمير، أما المركز الثالث يأتي في هملول لسمو الشيخ خميس القويص. الله 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 الله، هذه الأسماء وهذه الشعارات القوية وهذه الشعارات العديدة. نسير مع مقدمة الشوط، ولكن شوف شوف، يا سلام يا سلام، هناك المسار، هناك الانطلاق مع سلهود، مع سلهود اللي انفرد بالمركز الأول، اللي باعد المسافة، اللي انطلق بالمقدمة. يا سلام يا سلام يا سلهود، يا سلام يا انجازاته، يا سلام يا انطلاقاته في هذا المساء الجميل. سلهود على المركز الأول، سلهود غادر ال 1200 1200، يا سلام غادرهن سلهود لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم. أبو أحمد يركز معه ويتابع سعيد بن سالم لينيبي، بينما المركز الثاني يتقدم صنديد من هجن الرياسة سعيد بن حمد بن دري الفلاحي يتولى تضميره، ولكن واصلنكم بن شريم، بن شريم مع شاهين، مع شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد، ويضمر فيصل بن طالب بن شريم المري. هناك نعود مع سلهود بالمركز الأول، نعود مع سلهود بالانطلاق الأول، خلاص انفرد بالمركز الأول، انفرد بالناموس كعوايده، انفرد بالناموس بالانطلاق الجميل. سلهود وراح على المقدمة، سلهود لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة سعيد بن سالم لينيبي، بينما المركز الثاني تحرك تحرك شاهين، أعلن راية التهديد، أعلن راية هناك على سلهود، انطلاقته هذا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع فيصل بن طالب بن شريم المري، ولكن شاهين لا، سلهود لا زال، سلهود مصر، ما تبقى عليه الا القليل، وشاهين غادم، سلهود وشاهين غادم، خلاص رفع راية النصر والفوز شاهين، تقدم شاهين في هذه اللحظات. ياتي مشاهدينا الاعزاء، وسلهود لا زال، لا زال سلهود مسيطر، ولكن شاهين يخطف الفوز وناموس في الامتار الاخيره وينتزع ناموس هذا الشوط. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب، تهانينا لفيصل بن طالب بن شريم المري للمرة الثالثة على التوالي، تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المركز الثاني، وصل في سلهود لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم المركز الثالث، وصل في صنديد تعود ملكيته من هجن الرياسة والمركز الرابع، وصول المركز الرابع شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المركز الخامس، وصل في شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. هكذا كان هذا الشوط وتحدياته والتغيير في الأمتار الأخيرة مع شاهين، وتوقيت الزمني 13 دقيقة وواحد وثلاثين ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا لفيصل بن طالب بن شريم المري، بينما وصل في المركز الثاني سلهود كذلك قدم من البداية أداء جميل في 13 دقيقة و 33 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم، تهانينا سعيد بن سالم لينيبي، بينما وصل في المركز الثالث وتقدم مع ثلاثية المقدمة والوصول والتوقيت.
صنديد وصل في المركز الثالث في فترة زمنية مقدارها 13 دقيقة 41 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا لسعيد بندري الفلاحي، هكذا تهانينا وناموس.